السلام عليكم الإخوان، ومرحبا بكم في كانتي ديال اليوم الثلاثاء اللي غادي يكون على فونتين بلو في رينيو ان في الكورس الرابعة كاتريام كورس. تكون لا ديستانس قصيرة 1416 عود، غتكون في الغازون، غيكون الاهتمام ديالنا في لاكورد الصغيره وبعض الخيول اللي غيكونوا في الكورده الكبيره، وغادي نختار الخيول اللي غتقدر تكون في الكورده الكبيره اللي تقدر تباغي تلعب كورس. بالنسبه للكورده الكبيره غادي نقدر ناخذ الرقم 3 الماستر بوي، وغادي نختار الرقم 14 تغيده في ميلاد ديال 5 سنين، هذا العود ديال ماتيو بوتان اللي عنده بزاف ديال الخيول، من بينهم كين جروب رقم 7 اللي غيخرج اللي كاين في الباسي رقم 7، وكاين عنده الرقم 13 اللي غيكون هو كارتون شوا، وعنده طريده، هادو هما الخيول ديال ماتيو بوتان. وبالنسبه للباسي ديال لاكورس الاخوان، لاكورس كاين كين جروب اللي كان مشى في لاكورت 7 تيو باشيرو ب 58 كيلو، الكورد السايز كانت جات عند كين جولد، وكين جولد كما كنعرفو عاود قوي 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 بزاف، الا ما كانش عاود صحيح في الكورد الكبيره راه ما غاديش يجي. كاين العاود اللي دار دوزيام في لاكورت 13 كذلك فابري شابيت، من احسن الخيول اللي جات في لاكورت. كاين كذلك في 2018 كنشوفو وليد هذا العاود الالماني كان اون فورم، يعني لاكورت غالبا كتجي الكورده الصغيره. دونك الاخوان حنا غادي نركزو على لاكورت الصغيره 100%، وغادي نزيدو معاهم طاغيده رقم 15 رقم 14 والرقم رقم 3 اللي غتخرج في الرقم 11 في الكورده 11، يعني 3 14 هادو هما اللي نقدروا نختاروا في الكورده الكبيره. مباشره نمشيو لعند الخيول اللي غتكون في الكورده الصغيره، تنديروا من اطونسيون الاخوان، كاين الجوج غيكون هو الكرون فافوري ديال لاكورس، جوي بوسناغ عنده الان والدو والسانك، نورمالمون غناخدو الرقم جوج. ميلفيلد واخا عاود اجي غادي نختاروه، ميلفيلد ياخذ بلاصه ديالو يوم الغد. كاين باستوليتو رقم 6 كذلك، هاد العود ديال ان هنري انيكس بانتال قبل ما يولي هاد العود ديال هاد كافيون غيركب ليو فيغون، كذلك عاود في المستوى. فاستن ويف رقم 9 ميكايل بارزالونا عاود اللي تا هو يكون عنده 3 سنين، تا هو غادي نختاروه. وغادي نمشيو لعند الرابيدو بريستو رقم 12 في لاكورد ان لو كوفر لفرانسوا هينري كرا، او لا هينري فرانسوا ديفان هو اللي غيكون لونترينور ديال رقم 12. وغادي نديرو اتونسيو فقط من الرقم 15 او 16، لان هاد الخيول تقدر دير المباغته. دونك الاخوان 16 وال15 وال14 نورمالمون يقدر يكون فيهم واحد، الماكسيمو غيكونوا جوج، 14 كان 16 يعني اوبليغاتوار نلعبوا فيهم. غادي نمشيو لعند 12 العود رابيدو بريستو كذلك عود في المستوى. النف عنده 3 سنين ميكايل بارزالونا كذلك، باسوليتو رقم 6 وكذلك الكات والتروا والدو، يعني الدو والتروا والكات والسيس، اربعه ديال الخيل، اربعه ديال الخيل. وغادي نمشيو عند الرقم 9 هي 5 ديال الخيل، وال12 هي 6 ديال الخيل، وال14 وال15 وال16، ربما 9 ديال الخيل غتكون بزاف. المهم ربما نقدروا نقصوا منهم 9 ديال الخيل، حيت باقي ليا كارطون شوا رقم 13، ما بغيتش نبقى نكثر بزاف كارطون شوا. علاش هاد العود؟ واخا هاد العود اجي و ربما غتنفعو لاكورد، عود اللي كان اون فورم في الكانسورمير في بداية العام، في الكانسورمير كان توجور حاضر، سانكيام دوزيام كانيو في الكانسورمير، ربما يقدر يدير المباغتة. المهم الإخوان أنا أعتقد لاريبي غتكون تما. بالنسبة لليوم لاريبي اللي تصنت الفيديو ولعب في دوك 7 شوفو اللي هضرنا عليهم، أو لا 8 شوفو
الكانتي ديال اليوم يعني، واخا العشرة كان نحيدوا لينا العشرة، كانت عندنا كان عندنا الديزوردر بلوديس. لعبنا في ديك لالين، للأسف داروا أونكيت على لوديس. المهم اللي قربت لاكورس هو أن الأونز والكانز ربما ما عندهمش الحق، والكاتورز كان عنده نوعا ما بعيد. المهم الخيول اللي كانت داخلة عليهم ربما تروا ولا الكات، تروا ولا الكات، للأسف ما بقيت نشوف ذاك الكات، لأنه غادي الديفيرة لأول مرة كذلك الكات في الباري بانسن فايت الديفيرة، وإنما كاين واحد الميزة ديال الكات هو أنه غادي الديفيرة كطبي لأول مرة في الفانسن، هو ديجا كيديفيرة وإنما لأول مرة. كان دار سيزيام، حيدو العشرة وعطاوها عطاوها العود ديال الرقم أربعة رافيجو دافيد تومان. المهم إخواني نتمنوا الخير للجميع. كاين في البيناليزاسيون 13 في البيناليزي، علاش في البيناليزاسيون العود ديال الكونديسيون عنده الهانديكاب رابح في الانجر، رابح الكورسة ديالو في الانجر، هذا هو الاشكال اللي خلاو ليه البيناليزاسيون. ربما البيناليزي كاتيجوري نوعا ما كان طايحة تبقى. المهم خيول اللي دارت نو بلاسي مزيانة يعني الفوتخان والهيرت بيت، الهيرت بيت راه عاود ديال الكانتيات، كان مشى كرون فافوري مشى 60 كيلو وكان مشى 57 كيلو. على كل حال اخواني التوقع ديالي غادا تكون تما ان شاء الله، الى على حسب لي لايف الى كان عندنا شي وقت الاخوان ديروا شي لايف. وتحياتي لكم وخليت لكم الراحة ومع السلامة.